ازيكم يا جماعه، انا اسمي محمود الدره، اونلاين كوتش يوتيوبر ولاعب كمال اجسام محترف في بطوله المستر اولمبيا. اكتر سؤال كنت بتساله هو انت ازاي عملت الجسم ده؟ ولما اقول الجسم ده انا مش قصدي الجسم ده بالذات يعني، بس ازاي بنيت عضلات بالشكل ده، او ازاي حرقت دهون وبنيت عضلات في نفس الوقت. دلوقتي اكتر سؤال بيتسال هو انت ازاي جبت العربيات دي؟ تعالوا خليني اقول لكم ازاي. دور يا جماعة خلاص بقى يا حوت، انت سقت فيها ولا ايه؟ سوري اندمجت شوية. محمود الدره من اشهر الانفلونسرز في مجال البودي بيلدينج والفيتنس، وعنده اكتر من 2.5 مليون متابع على السوشيال ميديا. دره فاز بالدوره الكنديه للوزن المتوسط في 2012، ومن ساعتها عامل قلق وخد القاب كتير في اشهر مسابقات البودي بيلدينج في العالم زي مستر اولمبيا في 2018. كتير منكم يعرفوا انه فيتنس كوتش شاطر جدا، وساعد ناس كتير تظبط برامج للتمارين، ومنهم رياضيين كتير بيجهزوا مسابقاتهم، وكمان في منهم ممثلين بيحضروا لدورهم، وفي منهم ناس زي انا عايزين يثبتوا حاجة وما عندهم 46 سنة. مبدئيا كده انا مش عايز ابان ان انا واحد فتاه وهجص على اساس ان انا ببيع لك الذرة يعني، فهكون صريح معاك من الاول، ده اعلان. بقول لك حاجة، مش لازم حد تسمع الاعلان ده، لو عايز ممكن تقفل الفيديو، بس لو مهتم شويه خليك قاعد معايا كده دقيقتين. هو الموضوع بدا ازاي اصلا، وايه الخدمات اللي انا بوفرها، وايه اللي انا بعمله، وايه كل ده؟ انا بعمل برامج مخصصه. يعني ايه؟ يعني سعادتك بتروح على الموقع بتاعي، بتملي استماره، باخد بياناتك كلها، طولك، وزنك، شغلك ماشي ازاي، مواعيد عملك، بروح مجهز لك بروجرام كامل بيتكون من دايت، بيتكون من برنامج تغذيه ومكملات وبرنامج تمرين، وسعادتك بتمشي على البرنامج ده لمدة 12 اسبوع، وفي الاسبوع السادس بتبعت لي صورك عشان تتابع معايا اشوف اخبارك ماشية ازاي، هل البروجرام ماشي كويس، هل في نتائج، ولو مفيش نتائج بروح اعمل لك بروجرام جديد او بعدلك البروجرام اللي انت مشيت عليه من الاول. بس ايش دخل ده في اللامبورجيني والعربيات وكل الكلام ده؟ لما اقول لك العربيه انا مش قصدي يعني العربيه دي بالذات يعني، بس قصدي الحياه او الراحه الماديه اللي تسمح لك تعيش حياتك اللي انت عايز تعيشها بمزاجك. الموضوع بدا ان انا كنت واحد بروح الجيم عادي، وكنت بحب بودي بيلدينج، ما كانش في نيتي ان انا اخش بطولات خالص. يوم من الايام وانا بتمرن لقيت مدرب، رحت ساله قلت له يا كوتش انا نفسي اعمل جسم كويس بس مش عارف ابتدي منين، وراح عمل لي بروجرام. من البروجرام ده دخلت بطولات وبدات اعلم نفسي، وعلى فكره انا خريج هندسه فعندي المعرفه ان ازاي اعلم نفسي او اعمل ابحاث بحيث ان انا اعلم نفسي كل اللي انا اعرفه دلوقتي عن كمال اجسام وازاي ان انت تعمل جسم حلو، ده غير طبعا خبره السنين والبطولات وكل ده. المهم من ساعه لما دخلت بودي بيلدينج اللي حصل، لما جسمي بدا يبقى شكله حلو بدات اجذب ناس ليا. ولما اقول لك تجذب ناس انا قصدي الناس بتبقى عايزه تكلمك، عايزه تسالك، بقول لك انت عملت الدراع ده ازاي، انت يا عم بقول لك انا بقالي سنتين بحاول اعمل عضلات بطن مش عارف. ومن هنا بتبتدي تبني علاقاتك مع الناس. لما تبتدي تبني علاقاتك مع الناس وسمعتك تبقى كويسه ان انت بتساعد غيرك وكل الكلام ده، بتبتدي تعمل معارف كويسه، من المعارف بتبتدي تجيلك فرص ان انت تشتغل او تدخل مع حد في مشاريع بيزنس او اي كان، حتى لو كان مشروعك ان انت تبقى مدرب اونلاين زيي. وهكون صريح معاك زي ما كنت صريح في اول فيديو، انا اعتبر من احسن اونلاين كوتشز دلوقتي موجودين في العالم. قناه اليوتيوب بتاعتي وصلت 1,000,000 سبسكرايبر، اللي هي رابع اكبر قناه يوتيوب لاي لاعب كمال اجسام محترف. هي تعتبر ثلاثة عشان تبقوا عارفين، أول واحد جيف ساد بس ده مش بودي بيلدر، رقم 2 روني كولمان، رقم 3 واحد اسمه جراك دوسات، ورقم 4 محمود الدور. الحوار كله بدأ ببروجرام واحد في الجيم، ومن ساعتها مشواري انطلق. هتستفيد ايه من البروجرام غير ان انت هتعمل جسم حلو، هتتعلم حاجات جديدة او تكنيكات جديدة في التمرين،
او حتى في الدايت او حتى في السبلمنتيشن. لا انا طبعا لما ببعت لك بروجرام السبلمنتس ليك الحق ان انت تستفسر كابتن هو ده بيعمل ايه وايه لازمته واخده ليه. فساعتك هتتعلم حاجات جديدة وهتعمل جسم حلو. اللي انا هعمله ان انا عايز اديك نصايح مهمة جدا ان انت على الاقل تبتدي مشوارك انك ازاي تعمل جسم حلو. كل اللي انت لازم تعمله اضغط على اللينك اللي تحت وروح اتفرج على الفيديو اللي انا سايبه لك. وده فيديو النهاردة وده المشوار اللي بدأ معايا، فقلت اشيره معاك ان انت يمكن برضو يحصل معاك نفس الحاجة. ولو انت سمعت كل الفيديو متشكر لوقتك، اعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب بتاعتي واشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية. ايه 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 ايه